يا مساء الورد ويا أهلا وسهلا بجميع متابعي جمعية إشراق، عدنا لكم نفس الطلة لكن بموضوع مختلف. معاكم أختكم الأخصائية النفسية مها المحارب. مبسوطة كثير برجعتي معاكم اليوم، طولنا عليكم، تعودنا عليكم، وإن شاء الله اليوم موضوعنا راح يكون مختلف عن العادة. طلعنا كثير عن الـ ADHD، موضوعنا شوية حساس، يمكن يجي معاه كثير من المشاعر السلبية بمعنى الحزن، الضيق، لكن موضوع لازم نتكلم عنه اللي هو موضوع الفقد. أنا ودي نعطي دقيقة بس على ما نبدأ، يكون العدد ثبت تقريباً. إن شاء الله الصوت واضح. التفاعل مرة يحمس اليوم، إن شاء الله نطلع ببرزنتيشن ونقاش حلو نقدر نفيدكم ولو بشيء بسيط إن شاء الله. أنا شايفة ما في ثبات في الأعداد، لكن نبدأ. أوكي، في واحدة هنا حتعمل لنا ترجمة، تقول لكم presentation يعني مناقشة، أفهمهم. أبشري أو شكرا لك، مناقشة، خلينا نقول نقاش عائلي نعتبره زي العادة. حنتكلم اليوم عن الفقد، أتوقع نقدر نبدأ الآن، عدد إن شاء الله كويس. لما نقول كلمة الفقد دائما يجي في بالنا شيء واحد، صحيح؟ يجي في بالنا الموت، يجي في بالنا خسارة شخص، لكن الفقد ما يعني فقط الوعد. الفقد ممكن ينطبق على حاجات كثيرة، ممكن يكون الطلاق، فقدان حالة اجتماعية معينة، أو فقدان شخص بصورة معينة. ممكن برضو ينطبق بالنسبة للأطفال على فقدان أصدقاء لما اللي ينقلوا من مدرسة لمدرسة، أو ينقلوا من مدينة لمدينة، فقدان الحي، فقدان الجيران، فقدان المعلمين، الأصحاب. هذه برضو تنطبق على مفهوم الفقد. برضو الفقد ينطبق على الشيء اللي إحنا كلنا دائما يجي في بالنا، توقع الموت بسبب مرض خطير زي السرطان، أبعده عنا كلنا جميعا يا رب. نكون إحنا متوقعين للنهاية الحزينة هذه، ومتوقعين للفقد، أو بسبب الموت المفاجئ اللي إحنا ما كنا عاملين له أي حساب. بالنسبة للفقد، كيف عادة نتخطى؟ هل يعدي كذا من نفسه والأمور تنحل من نفسها، ولا نمر بمراحل معينة على ما نتقبل الموضوع الجديد اللي إحنا فيه؟ إحنا اليوم حنتكلم عن مراحل نفسية كل الناس، أو أغلب الناس، عفواً أغلبية الناس يمروا فيها لما يفقدوا شيء معين كعضو من أعضاء الجسد، أو يفقدوا شخص معين. بالنسبة لأغلبية الناس، عادة أغلبية الناس يقدروا يتخطوا الفقد طبيعياً بعد مرور أشهر معينة، تمام؟ لكن عندنا 10 إلى 12% من الناس ما يقدروا يتخطوا الفقد بشكل صحي، بمعنى يقعدوا عالقين في مرحلة معينة، وغالباً في مرحلة الاكتئاب أو الحزن اللي تتطور للاكتئاب مع الوقت لشهور طويلة إذا ما كانت سنين طويلة. فلذلك تلاقيهم ما يقدروا يرجعوا لحياتهم الطبيعية ولا يمارسوا حياتهم زي ما كانت بشكل طبيعي، يقعدوا عالقين في مرحلة الحزن أو في مرحلة من المراحل اللي راح نناقشها. أنا أذكر في مريضة جاتني في فترة عملي في أمريكا، كانت كبيرة في السن وفقدت زوجها قبل 23 سنة من اليوم اللي جات فيه الجلسة. فلما جات الجلسة كانت يعني إنسانة تمشي كذا وملامح الاكتئاب كلها واضحة عليها، 23 سنة من صراع مع الفقد،
23 سنة من المعاناة، 23 سنة ما عاشت حياة طبيعية بعد وفاة زوجها. طبعا هذا يعكس لنا أنه هي وفية جدا له، هي تحبه كثير، لكن الفقد سلبها الحياة بشكل كامل. ما قدرت تتعايش مع الفقد بشكل صحي، ما قدرت تتخطى موضوع الفقد، وهذا اللي نبغى نحرص عليه اليوم. إيش هي المراحل اللي إحنا نمر فيها عشان نفهم أنفسنا إذا لا قدر الله أحد مننا عانى من الفقد، ونعرف كيف نتعامل مع كل مرحلة. تمام؟ فإحنا عندنا بالنسبة للنساء بنقول 10 إلى 12% ما يقدروا يتخطوا الفقد بشكل طبيعي. تمام؟ الآن مسؤولية لازم في الحياة. تمام. طيب إحنا عندنا في بالنسبة لمراحل الفقد عادة الناس إيش تمر فيه؟ عندنا أول حاجة الإنكار. طيب عندنا مرحلة الإنكار، زي لما نقول إحنا خلينا نقول جانا خبر سيء، مثلا قالوا لك نتيجة تحليل أو نتيجة أشعة أو نتيجة أي حاجة، خبر سيء، تشخيص سيء، اضطرار مثلا إنه حيبتر أحد من الأطراف، أو خبر وفاة مفاجئ أو حتى غير مفاجئ، حتى لو كنا مستعدين له. في مرحلة الإنكار بعد الصدمة الواحد كذا يقعد في مرحلة، أنا متأكدة كثير حتوافقوني، تقول أنا في حلم ولا في علم، ما تدري أنت بين الواقع ولا بين الحلم ولا صاحي نايم، كذا تقعد في حالة ما أنت مستوعب التغيرات اللي جاتك بشكل صادم. عن طريق الدكتور ممكن تقول لا طيب يمكن لخبطت ما بين تحاليلي وتحاليل أحد ثاني، طب روحوا تأكدوا. لسه في مرحلة الإنكار، ما هي مستوعبة الخبر بشكل كامل. المرحلة هذه أنا أشوف إنه فيها رحمة من رب العالمين مرة كبيرة، لأنه دايما أتخيل اللي مروا بعزاء، وإن شاء الله اللي ما مروا بعزاء ما يمروا بعزاء أبدا يا رب، لكن تتذكروا أيام العزاء، أي الأيام الثلاثة نكون مشغولين، نكون الواحد ينتبه للثاني، مشغولين مع الناس، يجي ثالث يوم العزاء تخلص الزحمة، يجي رابع يوم يبدأ الواحد يستوعب الوضع اللي صار، صح ولا لا؟ فإيش اللي يصير عندنا؟ مرحلة الإنكار سبحان الله يصير الواحد لسه ما استوعب المشاعر فيها بشكل واضح، ما استوعب المشاعر اللي هي صعب التعامل معاها. ففي ناس تاخذ سبحان الله أيام، في ناس تاخذ أسابيع، في ناس تاخذ شهور، على حسب الشخص. لكن دائما أنا أتذكرني بمرحلة العزاء، يجي رابع يوم بعدين نبدأ نستوعب إيش اللي قاعد يصير معانا، والله صدق فلان راح، والله صدق فلان ما عاد هو موجود. فأنا أشوف إنه فيها رحمة معينة، إنه ما هي من البداية تجيك ضربة واحدة بالمشاعر السلبية القوية، ففيها أنا أشوف فيها تدريج من رب العالمين حتى في تقبل الفقد. عندنا المرحلة الثانية، أول حاجة خلصنا الإنكار، تمام، نقول إحنا في علم ولا في علم، الواحد يصحى من نومه يقول يا ربي هو فعلا فلان مات أو لا، ما إحنا مصدقين اللي صار. المرحلة الثانية مرحلة الغضب، تمام، تبدأ تطلع المشاعر هنا بشكل قوي، تونا نبدأ نستوعب اللي حصل. فأول ما نستوعب اللي حصل، أول ردة فعل عندنا عادة تكون لا، ما إحنا متقبلين، فيكون غضب مثلا، خلينا نعتبر إذا شخص مريض وتوفى بسبب السرطان، خلينا نقول مثلا مرحلة الغضب يكون غضب تجاه الدكاترة، لو عملوا لو سووا المفروض مثلا ودينا يتعالج برا، غضب على النفس هذا يكون ممكن يكون، لو خلينا نقول جاكي خبر سيء أو جاك خبر سيء خلينا نقول مرض معين بعيد الشر عن الجميع، ممكن واحد يقول ليش أنا، يجي غضب أكثرية الناس ما تحب تعترف فيه، بس هو يعني يجي غصبا عن الشخص، ويجي عادة لفترة جدا قصيرة ويروح من نفسه، بس يصير غضب تجاه القدر، تجاهها مثلا يا ربي أنا إيش سويت عشان الشيء هذا يصير معي، يا ربي مثلا أنا هل قصرت، فغضب تجاه القدر نفسه، ما في قبول للأشياء اللي قاعدة تصير. فالغضب يجي بأشكال مختلفة. الأطفال عندهم شكل الغضب، مثلا خلينا نقول لو عندنا طفل توفى أبوه، ممكن خلينا نعتبره أقل من 6 سنوات، لأنه أقل من 6 سنوات يكونوا لسه مفهوم الموت عندهم ما هو واضح، ما يعرفون وش الموت بالضبط، ممكن يكون زعلان ليش بابا راح وخلانا، مثلا أنا زعلان زعلان منه، ليش بابا مثلا ما فكر فينا. فالغضب شكله مختلف من الطفل والشخص البالغ. بعد مرحلة الغضب
قلنا أول شيء الإنكار، بعدين الغضب، بعدين عندنا المفاوضة. المفاوضة إيش؟ وهذه واحدة من الأشياء اللي أنا مريت فيها بصراحة مع جدتي الله يرحمها، بعد وفاتها، على إنه كان متوقع، بس بعد وفاتها الواحد يقعد يقول يا ربي بس رجع الأيام، أو لو ترجع الأيام بزورها أكثر، لو ترجع الأيام بفعل لها، ولو ترجع الأيام بقول لها قديش أنا أحبك، لو ترجع الأيام بعمل، ولو ترجع الأيام مثلا للمريض يقول بنسفره برا، بنودي دكتور ثاني، بنعمل وبنعمل وبنعمل. فمفاوضة، تمام؟ يصير الواحد يحس بالذنب، بالتقصير، يحاسب نفسه في هذه الفترة. قديش تاخذ كل مرحلة؟ ما نعرف، ما في أحد يعرف، تمام؟ كل شخص يتعامل مع المراحل بطريقته، وكل شخص يتعامل مع المرحلة إلى ثانية بشكل مختلف. بمعنى ممكن شخص ما يمر بالمراحل هذه كلها، ممكن شخص يمر بمرحلة ويعمل سكيب للثانية، على حسب الشخصيات. عندنا المرحلة اللي بعدها مرحلة الحزن. طيب، مرحلة الحزن أغلبية الأبحاث تقول لنا أنه الفقد الطبيعي، إحنا من حقنا نمر بالفقد إلى 6 شهور، وبعض الدراسات قالت لا نعطي الموضوع إلى سنة. فأنا بالنسبة لي دائما أنظر الموضوع أقول 6 شهور إلى سنة، إحنا لنا حق نتكيف مع الموضوع إلى أن نقبله ونتقبله بشكل كامل، ونبدأ نتكيف معه بالشكل الصحيح. ليش أنا من وجهة نظري الخاصة أقول 6 شهور إلى سنة؟ لأنه مرحلة التأقلم الطبيعية لأي شخص، التأقلم على أي تغير في حياتنا، زواج، طلاق، وفاة، تغير في الحالة الاجتماعية، تغير في المهنة، تغير في السكن، الشخص الطبيعي يحتاج 6 شهور إلى سنة على ما يتكيف مع أي وضع جديد ومختلف عليه. فأنا أحب بصراحة أنظر لها من الناحية الكلينيكية، إنه حتى بالحزن الشخص ممكن يحد له يحزن من 6 شهور إلى سنة، لكن ما نتعدى السنة. لما نتعدى السنة الموضوع هذا على الأغلب حيقلب لاكتئاب، وهنا نبدأ ندخل في مشكلة ثانية. عندنا المرحلة الأخيرة. إيش المرحلة الأخيرة؟ اللي هي القبول. القبول مو معناته إن أنا مبسوط باللي حصل، مو معناته إنه أنا راضي وفرحان، لا، معناته إنه أنا خلاص بطلت أصارع، بطلت أعيش صراعات مع المفاوضة، بطلت أعيش صراعات مع الإحساس بالذنب، بطلت أعيش بشكل حزين يومي يتعارض مع قدرتي على إتمام نشاطاتي اليومية بشكل صحي وبشكل زي ما هو مفروض عليه. فالقبول معناته إنه أنا خلاص بديت أتكيف مع الموضوع، وبديت أسوي اللي أنا المفروض أسويه عشان أساعد نفسي على إنه أنا أتخطى الفقد بطريقة صحية. قبل ما نروح لكيف نتعامل مع الفقد ونشوف أسئلتكم، بنلخصها بشكل سريع جدا. قلنا أول حاجة الإنكار، تمام؟ في مرحلة الإنكار عادة يكون عندنا نوع من تجنب التركيز حول الحدث، نكون ملخبطين، نكون في حالة صدمة، يكون في خوف، لأنه لسه ما إحنا عارفين إحنا في حلم ولا في علم، تمام؟ لما نجي لمرحلة الغضب عادة يكون فيها نوع من القلق، طب إيش حيصير؟ طيب، يكون فيها نوع من التقلبات في المزاج أو العصبية زي ما نوصفها. مرحلة المفاوضة يكون فيها إحنا ما إحنا قادرين نلاقي معنى للوضع الجديد، ما إحنا قادرين نقبل الوضع الجديد، ولسه ما حزننا على الوضع الجديد، فعشان كذا إحنا عندنا صراع وإحباط كبير في مرحلة المفاوضة. طب لو سوينا، طب لو عملنا، فيجي معها كثير من الإحباط والصراع. عندنا مرحلة الحزن. مرحلة الحزن عادة يكون فيها كثير من الإحساس بعدم القدرة على فقدان الأمل، خلينا نقولها أفضل، فقدان الأمل، وتحس إنه أنت ما أنت قادر تعدل من وضعك، ما أنت قادر تسوي شيء عشان تحسن من وضعك. اليأس، تمام؟ عندنا مرحلة القبول الأخيرة، إحنا قاعدين نشوف الخيارات اللي قدامنا عشان نتكيف مع الوضع الجديد ومع الفقد بشكل صحي، وإحنا قاعدين نتخطى الموضوع بشكل صحي. في سؤال مرة يمكن فاتك قبل شوية، لكن إحنا قلنا المراحل هذه طبعا علمية ولها أساسات علمية، مو ضروري كل شخص يمر فيها،
مو ضروري أصلا الواحد يمر فيها بالترتيب، لكن إحنا زي ما يقولوا إشراق المعرفة بداية الحل. إحنا لما نبغى نتعامل أو نتخطى أي مشكلة لازم أنا أفهمها، تمام؟ الفهم كلامك مريح جدا، خصوصا توي طالعة من حالة وفاة. عظم الله أجركم، وإن شاء الله يا رب تكون آخر الأحسان. المرحلة هذه إذا أنت لسه طالعة منها ممكن نكون لسه قاعدين نتعامل مع الإنكار. معلش سؤالك رجعني التجربة، لسه إحنا قاعدين نتعامل معها اليوم هذه. بس عندنا أحد من العملاء فقدت زوجها بشكل غير متوقع، ومرحلة الإنكار ظهرت عندها بشكل مقلق لنا إحنا، لأنه يعني كنا نكلمها أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، يعني كان في ضحك، كان في ضحك هستيري كردة فعل للأسئلة، لا الأمور طيبة، لا ما في شيء، ما حصل شيء. بعد الضحك بدقيقتين يلحق بكاء برضو هستيري، نفس الشيء، نرجع للضحك ثاني يوم. بعدين ما الواحد مو قادر يصدق ولا هو قادر يتقبل الوضع الجديد، ورافض إنه هو يتقبل الوضع الجديد. ففعلا زي ما ذكرتي أختي، وضع الوفاة ممكن يكون صعب على ناس، ممكن يكون أسهل على غيرهم. فهي قاعدة تقول أنا فعلا أحس بيرجع قريب، ولما أفقده أقول بأن في المشكلة. صحيح، هذه هي مرحلة الإنكار. في واحدة تقول أصعب مرحلة، هي صعبة، هي صعبة جدا. أنا كأخصائية نفسية يقلقني إذا العميل طول في مرحلة الإنكار. كل ما الشخص دخل في الساعات اللي هي متوقعة وطبيعية بشكل أسرع، كل ما كنا متفائلين. يعني هي في أشياء يقول لك مين اللي ترجمت لنا قبل شوي اللي too good to be true. أحيانا يجيك شخص بوضع معين صعب، مثلا صدمة نفسية أو وفاة، أنت تتوقع أنه هو رد الفعل الطبيعي يكون في دمعة دمعتين بكاء أو حزن، لكن لما يكون يضحك هذا رد فعل غير لائق نعتبره، صح؟ أو غير متماشي مع الحالة النفسية أو الحالة العاطفية. إحنا نقول too good to be true، يعني ردة فعل أو التماسك أكبر بكثير من اللي هو بالمستوى الطبيعي والمستوى المتوقع. فهذا اللي إحنا نخاف منه، يعني إذا هذا جاوب سؤالك عزيزتي. حنرجع للتعليقات لأنها بتجي مع التعليقات الجاية. بنرجع حنقول 10% إلى 12% ما يقدروا يتخطوا الفقد بشكل صحي، الأغلبية يقدروا يتخطوا الفقد بشكل طبيعي جدا. كيف نتعامل مع الفقد؟ كيف نتعامل مع الفقد؟ طبعا احنا لما نتكلم عن الاطفال، يعني كيف اتعامل مع الاطفال غير لما اتكلم انا شخصيا كيف اقدر اتعامل معه. خلينا نتكلم عن الاطفال بشكل سريع. بالنسبه لمفهوم الموت عند الاطفال، لازم نعرف انه انا لما يكون عندي اعمار مختلفه انا اتكلم معاهم على حسب الدرجه النمائيه، تمام؟ او المرحله النمائيه حقتهم. ايش نقصد بالكلام هذا؟ الطفل في مراحل معينة أو في سنوات معينة، في كلمات معينة ما يدري هي أصلاً إيش معناتها، وحتى لو جلستي تشرحي له من هنا لبكرة ما راح يوصل للمعنى الحقيقي الواقعي. فعندنا مثلاً بالنسبة لمفهوم الموت، لو نمسك الحالة، مفهوم الموت بالنسبة للطفل يقدر يبدأ يستوعبه بشكل صحيح أو بشكل القريب الصحيح بداية من عمر 6 سنوات. في دراسات تقول 7 سنوات. من أصغر من 6 سنوات، وخلينا نقول من سنة إلى 5 سنوات، المفهوم الموت عندهم غياب مؤقت، تمام؟ غياب مؤقت. لكن مفهوم الموت إنه الشخص يموت ويندفن وبعدين الحياة الثانية، هذا الطفل ما يقدر يستوعبه. فإحنا على حسب عمر الطفل نحدد أنا إيش أقدر أعطيه من المعلومات، تمام؟ فهذه جدا مهمة في تحديد نوعية المعلومات اللي احنا راح نوصلها للطفل قبل ما نخطط ونقرر ان احنا راح نتكلم معاه. عندنا بالنسبة للأطفال، أنا دايما أقول النمذجة ثم النمذجة ثم النمذجة. إيش نقصد بالنمذجة؟ أنا لما أبغى طفلي يتعلم سلوك معين أمثل السلوك اللي أبغاه يتعلمه قدامه. بمعنى خلينا نقول
أم فقدت زوجها مثلا والأطفال، خلينا نقول 7 سنوات، الطفل عمره 7 سنوات كان موجود وقت الوفاة، ومن بكرة خلاص يعني تشغلوا في الإجراءات وكذا. قبل ما يبدأ الطفل في صراعات مع مرحلة الإنكار، إحنا بفهمنا واستيعابنا للمراحل هذه ممكن ناخذه على جنب ونقول له يا بابا الفترة هذه جدا صعبة علي أنا، أنت كيف حاسس؟ أنا ماني حاسة إنه أنا مصدق اللي قاعد يصير. طبعا الكلام هذا سهل إنه ينقال، لكن لما واحدة تكون في وضع فقدت زوجها صعب إنه هي تجي بتقرأ مراحل الفقد وبتطبق. بس هي الفكرة لما نبدأ الأمور تهدأ، لما نخلص الأشياء الأساسية، نبغى نسوي نمذجة للطفل بالأشياء اللي إحنا نبغاه يتعلمها. إحنا نتكلم عن التعبير عن المشاعر. بالنسبة للإنكار زي ما قلنا، أنا ماني مصدقة إنه بابا راح، أنا هذا الشيء مرة صعب علي، تمام؟ بالنسبة للغضب، ونسأل الطفل أنت إيش حاسس؟ أنا أحس مثلا إذا ما عرف يتكلم وما عرف يعبر، ممكن تزيده بالنمذجة، تقول مثلا أنا أحس إنه الحين ممكن أروح غرفتي ولسه ألاقي بابا موجود، فأنت كيف شايف الموضوع؟ إذا ما عرف إنه يتكلم بشكل لفظي، ممكن تشجعه على الرسم، تمام؟ إنه هو يعبر عن مشاعره عن طريق الرسم، وتكتب معه حكاية. الغضب مثلا ممكن نقول أنا عارفة إنه أنا مثلا زعلانة على نفسي وأنا مثلا ما قصرت، لكن هو كذا إحساس يجيني شوية مزعج، أحس مثلا يا ريتني قلت البابا إنه أحبك، يا ريتني قلت البابا إنه مثلا أنت مرة مهم عندي قبل لا يروح، لو أعرف كنت سويت كنت فعلت. أنا ما أدري إيش أسوي بالمشاعر هذه. عندك مشاعر زي هذه؟ فكرت بأشياء زي اللي أنا فكرت فيها؟ فننمذج السلوك اللي إحنا نبغاه للطفل. إيش ناخذ بعد؟ ناخذ ممكن مثلا، لأن الأطفال كثير مثلا يقول أنا زعلته. طيب، كثير أطفال يفسروا مثلا موت أحد الوالدين لا قدر الله إنه أنا ما كنت طفل كويس، أنا زعلته خلاص هو راح ما يبغانا. فممكن مرحلة المفاوضة نركز عليها أكثر، على أساس نتأكد أن الطفل ما عنده أحاسيس بالذنب أو شعور بالذنب تجاه الفقيد. مثلا ممكن نقول له تتذكر لما زعلت بابا هذاك اليوم وإحنا مثلا طالعين نشتري أكل، أنا زعلته ودي بس لو الأيام ترجع عشان بس ما أرفع صوتي عليه أو إني ما أزعله، أو أقول له طيب أو أقول له حاضر. فأنت فكرت بموقف بابا زعل منك أو أنت زعلت منه، فإحنا ننمذج نبسط له قد ما نقدر الأمثلة على أساس هو يفهم إنه هذه المشاعر ماما كمان قاعدة تمر فيها. وإذا كان الأب هو اللي يسوي النمذجة يسويها بالعكس. لما يسوي النمذجة هذه ويتلقاها من مصدر الأمان، هو حيحس بالأمان، هو حيحس إنه هو في بيئة آمنة تسمح له وتعطيه المجال إنه هو يعبر عن مشاعره بدون ما يخاف يعبر عن مشاعره، ويحس إنه هو مقبول كما هو. تمام؟ المخاوف جدا كبيرة عند الأطفال. إحنا ذكرناها من ضمن واحدة من المراحل، لكن مهم كثير إنه إحنا عند الأطفال نجي على مخاوفهم، نقول مثلا أنا خايفة، ماني عارفة مثلا كيف، بجي مثلا باخذك أو بجي بحضر إيش يسموه اجتماع الآباء. طيب، شايلة هم مثلا لو ما أقدر أجيب فلوس كثير للبيت عشان بابا راح، يعني برضو تبين لهم المخاوف. أنت خايف من شيء، نرجع نقول النمذجة ثم النمذجة ثم النمذجة. تمام. عندنا بالنسبة للكبار، الكبار إيش نقدر نسوي إحنا عشان نتعامل مع الفقد؟ أول حاجة فهم إحنا في أي مرحلة. لازم كلنا نذكر نفسنا إنه إحنا محتاجين وقت علشان نتخطى الفقد. الفقد يحتاج ياخذ وقته، اللي ياخذ شهرين ومعناته انه كل الناس ممكن تاخذ شهرين، اذا انت تاخذ شهرين او 3، انا ممكن اخذ 6 او 7، فكل شخص يختلف. ايش الاشياء اللي احنا نقدر نسويها عشان تساعدنا انه احنا نتخطى الفقد؟ مشاعرنا نتكلم عنها بأريحية مع شخص مقرب، سواء في العائلة او احد من الاصدقاء. نتكلم اذا عندنا مشاعر ذنب نتكلم عنها، عندنا مشاعر خوف نتكلم عنها، إيش ما كانت المشاعر،
إيش ما كنت تعتقد أو تعتقدي المشاعر سيئة أو عميقة نتكلم عنها. إذا حسيتوا مثلا ما في شخص تقدرون تتكلمون معاه، الجأوا للأخصائي أو أخصائية نفسية أو برامج الدعم. أحيانا الفضفضة تكون نص العلاج، الواحد بس محتاج إنه يطلع شيء يشيل هم من صدره، يحكي لأحد ثاني، يسمع رأي شخص برات الموضوع ويرتاح كثير. الدعم، تحتاج الدعم. المريضة اللي ذكرت أول اللقاء كان عندها مشكلة 23 سنة مع الفقد. كانت مشكلتها إنه هي انعزلت تماما عن المحيط الاجتماعي، كانت تروح للمقبرة يوميا. طبعا هناك في أمريكا مسموح عندهم دخول للنساء للمقابر، كانت تروح للمقبرة يوميا وقلنا انقطعت عن العالم. ما كانت عايشة لنفسها أبدا، كانت كل الأشياء تسويها زي ما هو حابب يسويها، لكن ما كانت مستمتعة، ما كانت عايشة أبدا. يعني عاشت في الفقد وفعلا نسيت الحياة. إحنا نقدر مع الفقد نتعايش ونعيش حياة ما يكون فيها ألم، نقدر نتذكر الفقيد مع سعادة. كيف نتذكره مع سعادة؟ نتذكره مع سعادة لما إحنا نتصدق له. إحنا مجتمعنا معروف في المجتمع الإسلامي، يعني يشجع كثير على الصدقة، وفي عندنا حاجات كثيرة نقدر نسويها من النواحي الدينية للميت، إحنا حتحسسنا بإحساس كويس. فعندنا الصدقة، عندنا واحدة من الأشياء اللي اقترحتها على العميلة اللي قلت لكم عليها، إنه مثلاً عندهم هم يتذكروا في تاريخ الوفاة كل سنة، مثلا كانت تروح بدل ما تقعد في المقبرة ساعة تقعد مثلا نهار كامل. فاتفقنا شوي شوي إنه في تاريخ الوفاة تجمع الأصحاب المقربين أو العائلة المحببين من الفقيد، ويطبخ الطبخات اللي هو كان يحبها، نبدأ نعيش تفاصيله زي ما هو كان يحبها، زي ما احنا كنا نستمتع فيها. أنا كنت أتكلم مع أخصائي عظيم جدا عن موضوع الفقد، وكان يقول لي إنه الفقد مشكلته إنه مش فقد الشخص قد ما هو فقد المعنى اللي الشخص هذا معطينا إياه في حياتنا. مثلا خلينا نقول الشخص، أنا فقدت شخص هو بالنسبة لي مصدر الأمان، تمام؟ فقدان الشخص هذا ما هو فقدان الجسد قد ما هو فقدان المعنى اللي مرتبط فيه، تمام؟ فإحنا لازم نشوف المعنى اللي فقدناه ونحاول نلاقي من عن طريق عن طريق أشخاص آخرين، عن طريق يعني خلق أنشطة معينة تنمي عندك الإحساس اللي أنت فقدته. نتكلم يمكن عن الاستقلال العاطفي كمان، لما يكون في عندنا تعلق شديد جدا جدا باللي حولنا، عادة يكون الاستقلال العاطفي شوية ضعيف، فإحنا نبغى نركز على الاستقلال العاطفي، تمام؟ ممكن نخصص برضو إذا شافوا جمعية إشراق الاستقلال العاطفي كيف إحنا نحققه، لأنه هذا موضوع جدا مختلف بالنسبة للأطفال وبالنسبة للكبار. نشوف شوية الأسئلة. في برضو حاجة قبل لا أنسى، بالنسبة للتعامل مع الفقد، في بعض الناس إحنا قلنا 10 إلى 12% ممكن ما تتخطى الفقد بشكل طبيعي. ما في أي مشكلة إنه إحنا نلجأ لتدخل الدوائي في المرحلة هذه. في ناس ممكن تتطور عندها المشكلة إلى مشاكل في النوم، أو اكتئاب مزمن، أو يكون قلق، أو يكون مشاكل ثانية، أو حتى اضطراب ما بعد الصدمة. اضطرابات كثيرة ممكن تدخلنا في متاهات إحنا في غنى عنها. فإحنا حتى لو لجأنا واحتجنا للتدخل العلاجي ما نتردد في هذه المرحلة. طيب نشوف شوية الأسئلة. أستاذ فواز المشرفي جاوبنا على مراحل الفقد، ممتاز.
كيف طريقة تأقلم بعد الطلاق؟ لأني أفكر في الطلاق كثير وخايفة ما أتأقلم، أخاف أنهار، أخاف يرجع لي الاكتئاب. يعني هو في اكتئاب راح بعدين رجع. هي الفكرة في الفقدان، إنه إحنا نعرف إحنا في أي مرحلة وليش إحنا في المرحلة هذه. لازم هنا نعرف معلومات أكثر عن طبيعة المشاكل أو طبيعة الطلاق. هل كان مثلاً طلاق سلمي؟ هل كان في مشاكل كثيرة؟ فإذا تبغى تتواصلي معنا على الخاص ما عندك أي مشكلة، بس كل طلاق مختلف عن الثاني. اللي مهم إحنا نعرفه، إحنا نفهم المراحل ونعرف إحنا في أي مرحلة عشان نقدر نتعامل معاها. معانا ناس من تركيا. يا أهلا وسهلا بالجميع. هل ضروري يمر الإنسان بجميع المراحل؟ جاوبنا. أصعب مرحلة زي ما قلنا الإنكار، صعبة جدا. أنا بالنسبة لي كأخصائية تقلقني إذا الإنسان طول فيها، لكن برضو الحزن ممكن تكون زي ما قلنا حاجة يعلق فيها الإنسان لمدة سنين، زي ما قلنا 23 سنة. تختلف من شخص لشخص وحسب استجابة الشخص للمرحلة. بعد ابنها عن أهلها في بلاد الغربة وعندهم تواصل مع الأهل، كيف الأم تتعامل مع هذه البنت؟ بعد ابنها عن أهلها في بلاد الغربة، كيف الأم تتعامل مع هذه البنت؟ طبعا أنا ماني فاهمة كويس إيش الوضع، لكن ضروري يكون في تواصل. التواصل المرئي الآن جدا يساعد، زي ما احنا قاعدين نسوي الآن التواصل الافتراضي. شرح المشاعر اللي الأم اللي تمر فيها، تأكد من أن الطفلة تقدر تعبر عن مشاعرها بأريحية وسط بيئة آمنة، وتأكد أن الطفلة قادرة أنه يكون في تواصل بينها وبين أمها. يحوطها كثير من الخصوصية، وعلى حسب المشكلة تتعامل الأم معاها. عشان كذا نخاف إذا ما بكى الشخص بعد وفاة عزيز. عادة تلاقينا ينهار ثالث يوم رابع يوم. هي فعلا مرحلة الإنكار صعبة مي سهلة. أتوقع الأشخاص المحيطين يأثروا على وقتك في كل مرحلة. صحيح، الدعم وطرق التكيف مع الفقد. الانعزال ممكن تلاقي نفسك منسحب للانعزال. لا ننعزل، ناخذ يوم يومين ثلاثة، كفايتنا أسبوع، بس ما نخلي الانعزال على شكل يومي بالنسبة لنا. ناخذ الوقت اللي نحتاجه لنفسنا، لكن بعد كذا لازم حتى لو نجبر نفسنا على إنه إحنا نختلط بالناس المريحة لنا، الناس اللي نعرف حتجلس من غير ما تحكم علينا، حتجلس حتى مو شرط إنه أنا أتكلم معاها، لكن حتكون حواليك، ما تعزل نفسك عن الناس. الرياضة دائما شيء ضروري للمزاج وتحسن المزاج. أنا مو طبيبة، أنا أخصائية نفسية عيادية أولى، مستوى ماجستير في علم النفس العيادي. بنت أختي كان عمرها 5 سنين قبل وفاة بنت أختي كان عمرها قبل وفاة أبوي بساعات. قالت لنا جدو مات وسكتت مع انها مو فاهمه. صحيح، هي بالنسبه لها المفهوم حق الموت زي ما قلنا البعد المؤقت، البعد الجسدي. تمام، بعدها ب4 سنين اخبرتنا عن والدها، هي وبالفعل اتوفى. الطفله في كذا موقف تقول لنا خبر ويتحقق. ان شاء الله خير، ان شاء الله دائما تقول لكم اخبار حلوه يا رب، وتنتهي كل الأحزان إن شاء الله. فعلا الفقد هو معنى فقد المعنى. أمي مكتئبة من وفاة خالتي المفاجئ، هل ممكن يأثر عليها لو أعطاها الدكتور دواء الاكتئاب يعني تتعود عليه؟ هذه أنا مرة أحب هذا السؤال، لأنه يتكرر في كل مرة يكون فيها نقاش أو محاضرة. الأدوية النفسية خلينا نقول عندنا 100 نوع. طيب 100 نوع، أوكي، 10% منهم فقط سبب تعود أو ممكن تسبب تعود على حسب الاستخدام. فأنا بالنسبة لي نظرتي الشخصية، إذا الشخص يحتاج فضروري إنه الشخص يشوف طبيب نفسي، يحدد الطبيب هل هو
في حاجة للدواء أو لا. تمام، دواء النفسي أنا بالنسبة لي زيه زي دواء السكر، زي دواء الضغط. يمكن أن نتكلم عن منظمة الصحة العالمية كيف إنه هي مع بداية الجائحة قالت إنه الاهتمام بالنفسية لا يقل اهتماما بالصحة الجسدية، فالاثنين متشابكين. النفسية إذا ما كانت جيدة ممكن يكون الشخص عرضة للأمراض المزمنة على المدى البعيد. فالموضوع جدا مهم، اللي يحتاج الدواء ما يتردد إذا دكتورة حكم وقيم إنه هو ممكن يستفيد من الدواء. حياتي فارغة، ما أذكر وفاة الوالدة، أما هذا ممكن ما في ذكرى، ما أعرف كم كان العمر. هل الاجتماع بيوم الوفاة وتذكر الأحداث مجدية ولا بتسوي تجديد لحالة الحزن؟ أنا ماني ضد صراحة إنه الاجتماع ولا مثلا عمل صدقة، ولا أنا بالعكس، أنا كنت أنصح العميلة اللي قلت لكم عليها إنه هي تبدأ تغير كل الأشياء اللي تسويها، الأنشطة كل سنة في تاريخ الوفاة، فحولوا التاريخ هذا إلى جمعة أحباب وأصحاب، ما هو احتفال لا، لكن يسوي الأنشطة، يطبخ الطبخات اللي زوجها كان يحبها، يسولف عن الأشياء اللي كان يحبها، وبس يتذكروا الحاجات الذكريات الحلوة والصفات الحلوة اللي كانت تميزه عن غيره. أنا شخصيا أنصح. رسالة للناس اللي بتسأل عن سبب الوفاة بيوم العزاء، أحس كل شوي عيد ويبكي المسكين ويبكي مسكين. أنا شخصيا ما أشوفها من آداب الذوق العام إنه الناس اللي تعزي تسأل ليش توفى، كيف توفى. أنا ما أشوف إنه هي من آداب الذوق العام، ولا هي من الناحية النفسية شيء محبب. فالواحد يقدر بكل أريحية يقول إحنا مثلا عندنا ضغط كبير الآن، ما إحنا قادرين نركز على الأسئلة هذه، وما عندنا أي رغبة في الإجابة. ما هي الحلول مع الإنكار في الأيام الأولى كواجبي أخصائية، كيف أقدر أساعده؟ بالنسبة للإنكار ما عندك شيء كثير تقدرين تسوينه غير إنه أنت توفرين التعليم والتثقيف في هذه المرحلة. في مرحلة الإنكار إحنا محتاجين معلومات، تمام، وتواصل مع الشخص هذا عشان بس إحنا نوضح له إيش اللي حصل. إحنا حاليا في مرحلة ما إحنا قادرين نصدق اللي صار معانا، ولا دماغنا أصلا يبغى يتقبل الفكرة، بس محتاجين معلومات. مثلا اللي يجيك يقول لك طب يمكن غيرت تحليلي بتحليل فلان، لما أنت توريه تحليل، هذا تحليلك، هذا اللي سويناه في اليوم الفلاني، تعطيه المعلومات خلاص، يعني هو حيستوعب. وحتى لو ما استوعب، الشخص من حقه يعيش في مرحلة الإنكار، ما نقول فترة طويلة، احنا ما نبغى الناس تعيش فترة طويلة، لكن في ناس ممكن تاخذ يوم يومين ثلاثة، فاحنا ما نبغى نستعجل الشخص، لكن نعطيه المعلومات والتواصل يكون موجود على جرعات بسيطة. اوكي، في عندي حاجات من أغراض الوالد الله يرحمه، ما أبغى أتخلص منها، بس كل ما شفتها يعاودني الحزن. ما راح ننسى، واللي يقول لك تعال العلاج النفسي ولا الإرشاد عشان تنسى، ما راح يكون هدف واقعي أبدا. إحنا ما نبغى ننسى، إحنا نبغى نتعايش، ما نبغى الحزن يجي بطريقة يأثر علينا أو يأثر على نشاطنا اليومي أو وجودة الحياة. الحزن الذكرى بتجي غصبا عننا، حتى لو ما شفنا الغرض أو غرض من أغراضهم، الحزن بيجي لحظات غير عن لما يجي ساعات، غير لما يجي أيام. فهنا الفرق إنه أنا بحزن، إيه بحزن لما بشتاق لفلان أو فلانة بحزن، بس في فرق ما بين إنه أنا أحزن ساعات أيام شهور، ولا أحزن ثواني أو دقائق وبعدها أقدر أرجع لحياتي الطبيعية زي ما كانت. في ناس كثير تقاوم الشعور بأنه هي تعيش حياتها حياة طبيعية، لأنه تحس هي المفروض لازم تحزن طول العمر، وإذا حزنت تحس بالذنب، إنه أنا إذا تخطت الموضوع تحس بالذنب، أنا كيف قاعدة أتخطى وأتعايش حياتي الطبيعية
وفلان ما عاد هو موجود فيها. لو أنا دائما أقول لو فلان أو فلانة لو فقدانا موجودين، كانوا دائما قالوا لنا نبغاكم في أحسن حال. كانوا دائما حثون إنه إحنا نتعايش الحياة زي ما هم كانوا يبغون إحنا نعيشها، ننجح ونسعد زي ما هم كانوا يبغون ننجح ونسعد. الفقد عمره ما راح يكون سهل 100% أبدا، ما في كلمات ولا في أدوية تقدر تشيل أثره 100%، لكن مجهودك الشخصي، مجهودك مع اللي حولك ممكن يسهل عليك الأمور ويسهل إن أنت تتخطى بطريقة صحية مع الوقت لك ولطفلك إذا كان عندك أطفال. الله يحفظ لكم يا رب كل أحبابكم، والله يعدي الأزمة هذه كلها على خير، وأنتم بألف صحة وعافية يا رب. كلمة أخيرة بس، شكرا لي جمعية إشراق على استضافتي، شكرا للحضور الرائع. التزموا بالاحتياطات الاحترازية، انتهاء الأزمة هذه يعتمد على تجاوبنا في الفترة الجاية. بلدنا ووطننا والنظام الصحي محتاجيننا، الممارس الصحي محتاجنا أكثر من أي وقت مضى. التزموا عشان الأزمة تخلص بشكل أسرع. شكرا لكم، الله يحفظكم.